يعني تخيل شخص لا يحبك وأنت تستمر في تقليده والتقرب إليه، وهو يستمر في صدك بل ويدعو الناس إلى كرهك أيضا، مثل مصطلح الإسلاموفوبيا الذي أطلقه الغرب. هذا حالنا. فمن مثل هذه الأفكار أن الغرب أفضل منا يتولد الشعور بالنقص ويبدأ التقليد الأعمى له. وهذا ما يحصل اليوم وما نلاحظه على أقل مستوى في مواقع التواصل الاجتماعي من المؤثرين لدينا. فكل الترندات مثلا الآن على مستوى تطبيق مثلا تيك توك هي من تقليد للغرب، سواء في الرقصات، في اللبس، الانحلال الأخلاقي، التصرفات وغيرها الكثير. هم يا عزيزي مش طايقينك، لن يرضوا عنك مهما فعلت وتشبهت بهم. وأقرب دليل العنصرية الانتقائية التي تشاهدها اليوم ضدك. أنت رخيص في نظرهم، وعندما تقلدهم تصبح رخيص أيضا في نظرنا نحن أبناء جلدتك. يعني ذلك اليوم والله استغربت جدا طفلة في 15 من عمرها تلبس القصير وترقص على أغنية بجوار أبيها وهو يبتسم. معاني كلمات الأغنية صادمة وغير أخلاقية وهو يبتسم. هنا تعرف التافه صراحة.